فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Il y a aussi le fameux pardonne-nous du tawhid. Ça, c'est un grand classique. Le tawhid, pour donner une définition sommaire, c'est l'unicité de Dieu, l'unicité d'Allah. Alors, parce que les interventions ne s'appellent pas tawhid, vous pensez que je n'en parle pas? Le tawhid transparaît en réalité dans chacune de mes interventions. Encore faut-il savoir lire entre les lignes, et vous n'avez pas le monopole, ni du tawhid, ni de la piété. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشرك الأكبر. فالاستغاثة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، لا تكون لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة تكون بالله عز وجل، ولا تجوز الاستغاثة بأحد إلا أن يكون حيا قادرا حاضرا يسمع كلامك، فهذا حينها تستغيث به، كقوله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه. فهنا إذا كان حيا يسمع وقادر لا حرج، أما تستغيث بالميت فهذا من الشرك الأكبر.